أصدرت دول مجلس التعاون الخليجي في شباط 2012 بياناً مشتركاً أعلنت فيه قطع علاقاتها مع الحكومة السورية وسحب سفرائها من دمشق، وطالبت سفراء الأخيرة بمغادرة أراضيها على خلفية ما قالت حينها إنه استخدام النظام السوري للعنف ضد المتظاهرين السلميين، قبل أن تعود بعضها مثل الإمارات والبحرين لإعادة علاقاتها مع دمشق. فما الذي تغير اليوم؟ النقاش بعد هذا التقرير. بعد أن أقدمت بعض الدول العربية منفردة على إعادة التطبيع مع الحكومة السورية في دمشق، اليوم هناك تحرك جماعي لبحث عودة سوريا إلى الجامعة العربية. مجلس التعاون الخليجي دعا الدول الخليجية بالإضافة لمصر والأردن والعراق إلى حضور اجتماع في السعودية لتبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية. وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن بلاده تلقت دعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لحضور اجتماع الجمعة المقبل في جدة بالسعودية، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع الذي وصفه بالتشاوري هو التباحث حول الوضع في سوريا. الأنصاري أشار إلى أن هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سوريا وفي وجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، إلا أنه أكد أنه لا تغيير في موقف قطر من هذه المسألة، مشددا على أن أي تغيير في الوضع القائم تجاه سوريا مرتبط بالإجماع العربي وتغيير ميداني يحقق تطلعات الشعب السوري وفق تعبيره. من جهة أخرى، تحدثت مصادر أن الكويت لن تمانع عودة دمشق للجامعة العربية في حال حدث توافق عربي على ذلك، وهو موقف ربما يغير تصريحات سابقة للكويت في شباط الماضي عندما أعلنت عدم وجود خطط لديها لإعادة العلاقات مع الحكومة السورية. ويأتي هذا التحرك الخليجي تزامناً مع ترتيبات ورسم واقع سياسي جديد في المنطقة، وبرز ذلك واضحاً من خلال مساعي إقليمية وعربية نحو التطبيع مع دمشق، أبرزها السعودية التي تجري مباحثات مع الحكومة السورية تتعلق كما يروج باستئناف الخدمات القنصلية. وللمتابعة من الكويت أرحب بدكتور ناصر محمد المصري مستشار أمني. أهلا بك دكتور ناصر في برنامج حديث اليوم على شاشتها. إذن مجلس التعاون الخليجي سيجتمع يوم الجمعة، ومنذ قليل وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى السعودية لأول زيارة منذ عام 2011. كيف نقرأ هذه المعطيات الأخيرة؟ إلى أين وصل التطبيع مع دمشق؟ أو هل تم التطبيع بشكل علني ومباشر؟ السلام عليكم ورحمة الله. شكرا على الاستضافة. أهلا بك أختي الفاضلة. يعني النقاش الآن حول عودة سوريا. حقيقة أنا في نظري، على الأقل من باب التحليل السياسي، سوريا لم تخرج من جامعة الدول العربية كدولة، هي لا زالت موجودة. الذي خرج النظام السوري الذي ارتكب جرائم الحرب ضد الشعب السوري، وبالتالي مناقشة عودة سوريا أو عودة النظام باسم سوريا، أنا أعتقد أن هذا كلام ما يجوز. ما في احترام للناس اللي ماتوا داخل سوريا، وما في احترام للمهجرين أو اللاجئين اللي خرجوا خارج سوريا. النظام السوري نظام بكل صراحة ارتكب مجازر، وبالتالي بدل ما نتكلم عن عودته لابد أن نتكلم عن محاسبته، إذا مو وفق الأنظمة العربية، وفق منظمة الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية أو محاكمة مجرمي الحرب. هذا اللي احنا نعرفه. شيء آخر، لما تتكلم عن عودة النظام، أنت ما تتكلم عن نظام أصلا مسيطر عليه من قبل إيران في حد أدنى وروسيا في حد أعلى. إذا تتكلم عن عودة سوريا، تكلم مع المعزب الرئيسي، تكلم مع روسيا واسألها عن رأيها في هذا الموضوع، ثم تكلم مع إيران اللي محتلة لسوريا ومحتلة للعراق ولبنان واليمن والأحواز. ولما تتناقش عودة سوريا، لا تجيب معك دولة أصلا في فلك إيران مثل العراق، هذا الأمر ما يجوز. وبالتالي الأصل فيها يعني مو معقول بعد كل هالسنوات وبعد كل هالمئات الآلاف من القتلى وملايين المشردين واللاجئين، نتكلم عن عودة النظام السوري مرة أخرى
إلى ما يسمى بأحضان جامعة الدول العربية. أنا بالنسبة لي كمواطن عربي أرفض رفضا قاطعا هذا الأمر، ويجب أن يحاسب هذا النظام وتحاسب الدول اللي وقفت معاه، وعلى رأسها روسيا والعدو الإيراني الموجود مقابل دماء أهلنا وشهدائنا اللي قتلوا بلا سبب، مقابل أعراض خواتنا اللي تهتكت بلا سبب، ومقابل الناس اللي هجروا وشردوا، ومقابل المسجونين، ومقابل المفقودين. طيب هل دكتور ناصر، اعذرني على المقاطعة هنا، هل نسيت الدول العربية، هل نسوا العرب يعني ما حدث في سوريا، السبب الأساسي الذي أدى إلى القطيعة؟ يعني ما الذي حدث لكي يتم تغيير حتى التصريحات العربية اللي كانت تخرج ضد اليوم دمشق والحكومة السورية، ما الذي حدث لتغير كل موقفها 180 درجة؟ اللي حدث طال عمرك هو المصطلح الآن بأن العالم يتغير في حرب أوكرانية وروسية، والعالم يتغير وأمريكا قاعد تفقد دورها، معناها محتلة ثلث الأراضي السورية، وروسيا قاعد تتقدم، والصين قاعد تحل مشاكلنا، وقاعد تحاول تفاوض معانا على أساس موضوع إيران والعراق، وموضوع إيران والسعودية وغيرها. هذا الأمر كله في الأصل إحنا أصحابه، إحنا اللي دفعنا الثمن، إحنا اللي سمحنا للدول تسيطر علينا، إحنا قوم تبع، إحنا اللي خليناهم يلعبون فينا كل اللعب هذا. الأصل بأن لا مفاوضات مع النظام السوري إطلاقا، ولا بد من احترام إرادة الشعب السوري، ولا بد من محاسبة النظام السوري ومن وقف معه بالكامل، ولا بد من الالتجاء إلى المحاكم الدولية كافة لأخذ حقوق من قتل وشرد وهجر وفقد ومن هتكت أعراضهم. هذا هو الأصل، ولا يسكت عنه حتى لا يكون مثال لأي نظام عربي آخر يسعى إلى قتل شعبه كما قتلنا النظام السوري، واللي هو امتداد أصلا لأبوه حافظ الأسد اللي قتل أهل سوريا في حماة وفي حمص وفي أماكن أخرى كثيرة. هذا لا يمكن القبول به إطلاقا مهما كانت السياسة العربية تحت أي مسمى كان، تحت أي عذر كان. طيب، ولكن ما يحدث هو العكس. دكتور ناصر، دعني أعود يعني بالزمن إلى الوراء عندما حدثت كارثة الزلزال. طبعا كان في نوايا للتطبيع مع دمشق، ولكن هذه الكارثة تم يعني بما يسمى مصطلح الكوارث، تم التقدم نحو دمشق بشكل متسارع. ولكن اليوم نحن نعلم بأنه في بعض المباني، يعني أنا أسأل حضرتك كمستشار أمني، بعض المباني في تركيا أو سوريا لم تقع بسبب كارثة الزلزال، لأنه أساساتها كانت قوية ويعني كانت مطابقة للمواصفات. بالنسبة للاتفاقيات التي تحدث في المنطقة يعني منذ فترة، سواء كان بين السعودية وإيران واليوم بالاتجاه نحو دمشق، هل أساساتها سليمة؟ لا طال عمرك، راح أتكلم عن الزلازل، راح أتكلم عن كود الزلازل. كود الزلازل لو طبقناه على كود الحروب وكود العلاقات الدولية فيما بيننا وبين أعدائنا أو بيننا وبين أصدقائنا، لازم تكون أمور واضحة. اللي قاعد يحصل حاليا بيننا وبين العدو الإيراني، أنا في نظري هي مجرد هدنة، تكتيك مؤقت نلوم فيه قواتنا بقدر ما هو يلوم قواته، ومتوقع منا التمدد أكثر وأكثر. إذا كفأ الإيراني اليوم، فهو ترى قاعد يبعث مزيد من القوات الجانبية المناوئة لنا اللي تمثله عن طريق الحرس الثوري، سواء حوثيين في اليمن أو حزب الله في لبنان أو فاطميون زينبيون وسرايا الأشتر وغيرها في سوريا، ومثلها سرايا الحشد الشعبي وحزب الله العراقي وحزب الدعوة العراقي وغيره. بالتالي هم ترى نفس المنظومة، نفس العمل، نفس الأسلوب، يطبقون مبادئ سيدهم الإيراني للتحكم في المنطقة العربية واحتلالها، مثل ما يتعامل معنا العدو الإسرائيلي تماما. والدنيا هذه مصالح في المقام الأول، ما في أصدقاء دائمين، في صحيح. مصالح مع فلان. ولكن ألا يجب أن تكون اليوم الاتفاقات مبنية، عذرني على المقاطعة، مبنية على أسس سليمة؟ يعني في أي لحظة قد يحدث تغير ما، لا تنصف هذه الاتفاقات، لا توافق اليوم هذه الرؤية دكتور ناصر؟ لا طال عمرك، انا اعتقد ان احنا الطرف الاضعف،
والسياسات تملى علينا املاء. واتمنى ان شاء الله ان احنا نوصل الى مرحله ان نتصدى بقوه امام اي عدو مثل العدو الايراني او العدو الاسرائيلي، او نتصدى لمن يدعي المصلحه او يدعي مصالحتنا او يدعي صداقتنا، ان لا يفرض ارادته علينا ارضاء لطرف على حسابنا احنا كالطرف الايراني او الطرف الاسرائيلي، او محاوله لارضاء بعض الانظمه العربيه مثل النظام الفاسد في سوريا. هذا الامر احنا ما نقبله كشعوب، ولا نقبله من برلماناتنا اللي تدعي تمثيل الشعوب، ولا نقبله اصلا من اي حكومه تحاول ان تفرض ارادتها علينا وان تعيد هذا النظام الذي قتل اهلنا ان نعيده مره ثانيه لنا. وهذا النظام على فكره قال كلمه: سيعودون جميعهم واحدا واحدا الى دمشق لكسب رضانا. واحنا كشعوب لن نقبل اطلاقا لا كحكومات ولا كشعوب ان نقبل واحده من حكوماتنا تتجه الى النظام في سوريا لكسب وده. هذا نظام منتهي سياسيا، والحديث مع معازيبه بالذات روسيا مش حتى. طيب ما المتوقع من هذا الاجتماع؟ معها بطريقة أو بأخرى. ما المتوقع من هذا الاجتماع؟ اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي، واليوم فيصل المقداد في السعودية، ما المتوقع منه؟ ما الذي سيبنى عليه؟ القضية واضحة مكتوبة إن الرجل وصل الآن إلى جدة لمناقشة عودة العلاقات بطريقة على الأقل ما تؤذي حقوق الشعب السوري. ويعني هذه معادلة متناقضة. الشعب السوري واضح في هذه المسألة في معظمه يرفض رفضا قاطعا وجود هذا النظام، وأي سوري عاقل لا يقبل بوجود هذا النظام. فأنا أبحث عن وسيلة شلون راح ترضي هذه الأنظمة العربية الشعب السوري المشرد اللاجئ المقتول بمحاولة عودة نظام مثل نظام بشار الأسد أو غيره. ما ادري شلون راح يسوونها، لا تحتاج الى واحد ساحر، اما اذا على العقل لا يمكن. لكني انا اتوقع كل شيء في العالم العربي، حتى غير المتوقع اتوقعه في العالم العربي نتيجه الانكفاء والتراجع وحاله الذل والهوان اللي احنا نعيشه في العالم العربي للاسف الشديد في بعض الدول العربيه. طيب سؤال أخير لحضرتك دكتور ناصر، خلال حديثك قلت بأنه ما يحدث هو مصالح دول وليس تحقيق تطلعات الشعب السوري. طيب بالنسبة لموضوع مصالح الدول، اليوم هذه الاتفاقات التي تحدث يعني تأخذ أكثر من شق، منها الشق الأمني. هل ستحل هذه الاتفاقات والتطبيع مع دمشق بشكل كامل المسألة الأمنية اليوم بين دمشق ومحيطها الإقليمي؟ شوفي، دمشق عندها مشاكل كبيرة. طال عمرك، المحتل الأمريكي لا زال موجود في ثلث الأراضي السورية وكل الأراضي العراقية. المحتل الروسي في كل مكان ومستعد يقصفنا ليل نهار، ما عنده مشكلة. الصيني يتحرك وفق مصالحه بحذر. العالم العربي عالم يعني يعيش حالة من الخواء، يعني للأسف الشديد. يعني أنا في نظري من الآخر طال عمرك بقاء النظام السوري مهم لإسرائيل، لأمريكا، لبعض الدول تجد في مصلحة معينة. إحنا كعرب ما لنا مصلحة فيه، لكن الحل بعد الله سبحانه وتعالى بيد الشعب السوري، والشعب السوري فقط هو من يحدد ذلك. بعد ما دفعنا الثمن غالي من كل هؤلاء الشهداء والمهجرين، أنا أعتقد أننا لابد من الوصول إلى حل واحد، وهو عدم قبول هذا النظام نهائياً. وكما دفعنا ثمن من قبل، واحد راح يقول انتم مترفين، انت خليجي مالك علاقه، اقول له اهلك راحوا ووطنك راح وانت بكيفك، انت صاحب القرار وانت صاحب الارض، تبي عوده النظام السوري هذا النظام السوري امامك، روح تفهم معاه، ما تبيه انت صاحب الارض، دافع عن ارضك وعن عرضك. اما احنا العرب خلنا بعيد، لان احنا للاسف شديد ما نقدر نسوي شيء. كل نقول لك صلي على معظم العالم العربي صلاة الجنازة. جزاكم الله خير. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. من الكويت دكتور ناصر محمد المصري مستشار أمني، شكرا جزيلا لك من جديد. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة ما تبقى من حديث.